أنا رانيا جورج أمين، العضو المنتدب لشركة لونا للعطور ومستحضرات التجميل. هي إحدى شركات لونا جروب اللي أسسها والدي دكتور جورج أمين في 1965. المصنع ده جديد، أسسناه في بداية 2006. دكتور جورج بيؤمن دايما إنه if you want the best get the best، وبالتالي كان اختيار أليانس من أول لحظة إن إحنا نشتغل مع بعض. في 2018 حصل حريق في المخازن الرئيسية بتاعت الشركة، 2000 متر مربع، ارتفاع 16 متر. الحاجة دي قعدت 8 أيام، كل حاجة راحت خسارة رهيبة بالملايين. المبلغ اللي بيتحط في التأمين مبلغ مش رايح في الهواء، هو مبلغ أساسي لأنه هو كأنه مدخر أنت بتحطه لنفسك عشان وقت الزنقة وقت الشدة تلاقي الحاجة اللي تسندك عشان تقف تاني على رجليك. مهم جدا انه التأمين يكون بالقيمة المظبوطة عشان لما يحصل حاجة ترجع لك القيمة دي. طبعا وجود التأمين كان عامل اساسي في ان احنا نبص على طول هنعيد البناء ازاي وهنعيد العملية الانتاجية تاني ازاي وازاي هنرجع تاني on track. مهم جدا انه يكون الاختيار اختيار مظبوط، لانه نتيجه الاختيار دي بتبان بس في الوقت اللي فيه الحادثه او فيه مشكله. ده اللي حصل معانا، كليم كان كبير، الخسائر كانت كبيره، أليانس كانت فعلا على قد المسؤوليه.